السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مشروع مفتوح المصدر، مهمته ان انت بتستعمل شغل على اي برنامج من برامج البيم، وبنفس الحساب بتاعك تدخل على البرنامج الاخر فتلاقي الموديل بتاعك تقدر ان انت تستورده. يعني عملت شغل بتاعك مثلا على الريفيت، ترفع الموديل على الموقع هو يبدأ ان هو يحوله لك مثلا راينو لريفيت لبلندر لماكس زي ما انت عايز. فزي ما شايف فكرة جميلة جدا ان انت بتسطب الأداة الموجودة. وبتسطب الادنس، تقول له انا عايز اسطب للريفت، عايز اسطبها للراينو، عايز اسطبها، اختار الحاجات اللي انت عايز تسطبها. وبعد كده تفتح المشروع بتاعك على البرنامج اللي انت عايز تصدر منه، وهو اوتوماتيك يبدأ يجهزه لك ان انت تقدر تستخدمه على برنامج اخر. فهو معتمد على فكرة الكونكتور، تقدر تقول له انا عايز اسطب واحد مثلا بتاع البلندر، عايز اربط بالادفانسد ستيل، عايز الاوتوكاد، السيفل 3D، الداينامو، النفسوركس، الريفت، الارك جي اي اس، الارك كاد، السي اس اي بريدج، الايتابس، الجراس هوبر، المايكرو ستيشن، الاوبن بيلدينج، الاوبن ريل، الكيو جي اي اس، الراينو سيف ساب، سكتش اب، كل البرامج دي. وتقدر كمان، دول المفروض ان هما هيبقوا موجودين قريب، تقدر تربطه بالاكسل والجي اس اي والباور بي اي واليونيتي والانريل. كل الكلام دوت مجرد ان انت سطبت الاداة المجانية تقدر ترفع الموديل. هتسطب التولز دي موجودة جوه الريفيت جوه البلندر، واول ما تقول رفع الموديل يبدأ يرفعه لك، وبعد كده من اي برنامج فيهم تقدر ان انت تستورده. يعني عملت لوج ان، هتبدأ ترفع الموديل بتاعك، خلاص هيبقى تقدر ان انت تستورد الملف بتاعك والشغل بتاعك وتكمله على برنامج اخر، كأنك صدرت مثلا لايف سي واستوردته، لكن هنا الموضوع بيكون اسهل واسرع.